أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ من الهيئات: حقوق الإنسان تقول 60,000 حالة تسمم في البصرة. في المدى نقرأ: العباد غادر البصرة بعد اجتماع ساخن في الشيراتون. في موقع كتابات: احتجاجات أمام مقر الأمم المتحدة بأربيل ضد القصف الإيراني. في الجزيرة نت: الاحتلال يقتحم الوادي الأحمر ويهدم مساكن المتضامنين. في العربي الجديد: تقرير أممي يقول وضع غزة كارثي وقرار واشنطن سيخلق المزيد من البؤس. وفي القدس العربي: مقتل 11 شخصا بعد اقتحام سيارة ساحة في الصين، والسائق يهاجم الناس. وأخيرا في جريدة الحياة: موسكو تندد بالابتزاز الأمريكي وتقر بخلافات مع أنقرة. طفح الكيل، لم يعد بإمكان أهل البصرة السكوت عن عقود من الظلم. خرج الآلاف للتظاهر ضد ما عانته الفيحاء من عدم حصولها على أبسط الخدمات. أغلى مدن العراق الغزيرة بالنفط والمتكئة على الخليج العربي والشاهدة على التقاء دجلة والفرات تعاني العطش، تعاني من شح المياه الصالحة للشرب أو حتى تلبية أبسط الاحتياجات. هذا بحسب الكاتبة من العريبي في مقال لها نشرته في صحيفة المدى عن انتفاضة سكان البصرة. بين تارة وأخرى نسمع عن أطماع ساسة في إقامة إقليم البصرة، خصوصا أن البصرة تتمتع بثروة نفطية وزراعية طائلة، وقد عادت تلك الأصوات خلال هذه الأزمة، ولكن مرة أخرى تأتي ممن يريد المنفعة السياسية من دون إيضاح كيف يمكن لأهل البصرة الاستفادة من هذا المشروع. فالفساد محلي مثلما هو اتحادي، وعدم وضع الآليات لحماية المال العام مثل تقوية العمل الرقابي والقضائي يعني تكرار الأزمة على كل الأصعدة. لقد وجهت تهديدات بالقتل إلى المتظاهرين وتم اعتقال العشرات، كما حاولت بعض الأطراف أن تخطف التحرك الشعبي، وذلك أدى إلى تراجع المظاهرات، ولكنه لا يعني أن الناس قبلوا بالوضع أو أنهم لن يثوروا ثانية. وهناك دلائل على تورط بعض الميليشيات وبعض العناصر الموالية لإيران بالوقوف وراء التهديدات. كان غضب المتظاهرين تجاه طهران واضحا ومبررا، ورفع العلم العراقي بدلا من العلم الإيراني دليل على رفض الشعب لأن تكون لإيران اليد الطولى في البصرة. عدم محاسبة المسؤولين والسماح بالفساد المستشري أديا إلى أزمات متلاحقة في العراق. التمادي الذي تشهده البلاد هو نتيجة مباشرة لعدم محاسبة أي مسؤول من الصف الأول خلال السنوات الماضية. كلما كانت هناك قضية تخص المال العام وفتح تحقيقات لمحاسبة مسؤول عراقي، النتيجة كانت واحدة: هروب المتهم إلى دولة أخرى، وفي أحيان قليلة سقوط كبش فداء من المسؤولين الصغار. لم يسجن أو يعاقب مسؤول من الصف الأول على سلسلة من الجرائم في حق الدولة. بدأ الحدث صغيرا في البصرة، شرارة وسط غابة أعشاب جافة، فجأة اشتعلت النار واتسعت رقعتها. يقول أجدادنا إن النار تأتي من مستصغر الشرر، وفي مدينة مثل البصرة فإن مستصغر الشرر مقيم فيها منذ قدر لها، كما لسائر مدن العراق، أن تسقط في غفلة غير محسوبة تحت وطأة احتلالين لا أقسى منهما ولا أمر. وقد استكانت مرة وقاومت مرات، لكنها ظلت تتعامل مع الواقع المفروض عليها بمزيد من الرفض والمجابهة والتحدي. فقد وجد هؤلاء الشباب فجأة أن النار داهمتهم، وكان لابد من أن يفعلوا شيئا. هنا حانت لحظة ولادة الانتفاضة.
مقال للكاتب عبد اللطيف السعدون في العربي الجديد. الحكاية من أولها أن البصرة تعيش انتفاضة منذ شهرين. هل نقول ثورة؟ إنها أقل من ذلك، لكنها أكبر من انتفاضة، أو هي ثورة شباب لم تستكمل أدواتها بعد. هم أيضاً لم يستكملوا أدواتهم، إذ ولد معظمهم على وقع عمليات الصدمة والترويع التي مارستها الولايات المتحدة ضد العراق وصولاً إلى الاحتلال. لم يقرأوا أدبيات الأحزاب العتيقة التي سادت ثم بادت، ولم يكونوا في وارد تمثيل جهة أو حزب أو حتى طرح مشروع للتغيير، لكنهم فعلوا الكثير. فقد أطاحوا الهيبة المصطنعة التي امتلكتها ميليشيات وأحزاب ورموز تدعي القدسية وتزعم الدفاع عن الدين والمذهب، وفضحوا العملية السياسية الطائفية وأركانها الذين اعتادوا وصم معارضيهم بأنهم داعشيون أو صداميون أو إرهابيون. غرضهم تقويض التجربة الديمقراطية وإلحاق الضرر بالبلاد. هم أيضاً كسروا حاجز الخوف من قمع السلطة الغاشمة والميليشيات السوداء الخاضعة لأجندة خارجية وقدرتها على تعريض من يرفع صوته بالنقد أو الشكوى لكل أنماط العقاب، وهو خوف كاد أن يستوطن النفوس وأن يقضي على كل أمل بالتغيير والتحول. يضيف الكاتب أن البصريين اكتشفوا عبر معاناة الأعوام 15 التي عقبت الغزو أن إيران أخذت دور اللاعب الشرير في مدينتها. أكثر من أسبوعين مضت على أول جلسة لمجلس النواب الجديد الذي لم يتمكن من تحديد الكتلة الأكبر ولا انتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه، وحال الموضوع موضوع الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية التي سبق وأن اخترعت الكتلة الأكبر في سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم، لكنها كتلة طائفية، وذلك بحسب ما أشار الكاتب سامي الزبيدي في زمان العراقية. سيعود العراق إلى المحاصصة الطائفية أولاً والحزبية ثانياً، لأن التقارب الجديد بين سائرون والفتح اصطفاف طائفي، وستعود التوافقات بين الكبار، هذا لك وهذا لي، والوزارة السيادية للحزب الفلاني والسيادية الأخرى للحزب الآخر، والوزارة الخدمية أم الخبزة لهذا الحزب والأخرى للحزب العلاني، وهكذا ستحضر التوافقات والمحاصصة في كل المناصب الوزارية وغيرها، وتيتي تيتي مثل ما رحت جيتي كما يقول المثل الشعبي. فلا حكومة تكنوقراط ولا إصلاحات ولا خدمات، وسيظل الشعب يئن تحت وطأة الجوع والفقر والأمراض وسوء الخدمات وسوء الإدارة والبطالة والوعود الكاذبة، وسيعود الفاسدون والسراق من جديد ليمارسوا هواياتهم في السرقة والفساد والإفساد ونهب أموال العباد وثروات البلاد لأربع سنين عجاف جديدة. يضيف الكاتب: نحن وجميع أبناء الشعب العراقي في الانتظار، وبعد تشكيل الكتلة الأكبر سواء من تحالف سائرون أم من تحالف الفتح، فهل سنشهد تشكيل حكومة تكنوقراط كما وعد المتظاهرون المنتفضون ومعهم الشعب العراقي بذلك قبل الانتخابات وبعد إعلان النتائج وتقديم الخدمات الأساسية والمستعجلة للشعب؟ للشعب حكومة تحارب الفساد وتقدم الفاسدين وسرق المال العام ونهبي أموال وثروات الوطن للقضاء يقتص منهم ويعيد أموال العراق المسروقة إلى الشعب، أم أن هذه الوعود ستذهب أدراج الرياح وستختصر؟ المعلومات المتوفرة لجميع خلق الله تؤكد أن قضية لتحلية مياه البصرة هي قضية بسيطة وسهلة لمن يريد لها الحل ونيته صافية لتصفي النفوس قبل تصفية المياه. لا تحتاج كل هذا الزعيق والهرج والمرج والفوضى التي جعلتها لتكون مادة دسمة للصحافة العالمية وإعلامها المتوزع بين الفضائيات ووكالات الأنباء وإذاعات الدنيا، حسب الكاتب علي الرحماني في موقع كتابات.
انفجرت المدينة عن بكرة أبيها بشبابها الواعي المتلهف لحياة بشرية إنسانية وطنية وماء عذب وأمان وفرصة عمل تغنيه عن الحاجة والعوز، وهم أغنياء من التعفف، والكل يعلم ما كان للبصرة أن تصل لما هي عليه اليوم، وما كان للعراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وما كان لهذه الأزمات أن تستفحل وتصل إلى حد الانفجار. وبالأمس القريب انفجرت المحافظات الغربية والشمالية بسبب الفساد الأعظم والظلم الأسود الذي تعرضت له، واتهمت الاتهامات الباطلة. انتهت بالقمع والضرب بأسلحة الدمار الشامل ومسرحية داعش التي كلفتنا ضياع ثلثي البلاد، وإعادتها كلفتنا آلاف الشهداء والقتلى وملايين النازحين والمهجرين والهاربين، ولا أحد منهم تحركت له شعرت غيرة وطنية أو أقلقته هذه الأحداث. واليوم تعاد الكرة من الجنوب، والسيناريو المعد بدأت ملامحه بالاتهامات الباطلة والبائسة والجاهزة. فالمندسين والمحرضين والأجندات والارتباطات والتشكيك بسلميتها ومجابهتها بالسلاح الحي والدماء بدأت تسيل ويزداد عمق نارها. سقف المطالب بدأ بالانهيار، فلا بد من وقفة مسؤولة حريصة على مصلحة الجميع. نعلم أنهم منشغلون بمغانم الكتلة الأكبر وكرسي رئيس الوزراء وصفقات الوزارات، ولا تهمهم هذه الأعداد من الشهداء والجرحى والمنشآت الحكومية وانهيار البنى التحتية للمدينة الباسلة. ينتظرون توزيعات الغنائم والفوز بيا نصيب، حسب الكاتب البرلمان الجديد. العملية السياسية تنتمي إلى ماكينة واحدة قامت بإنتاج هذه المجاميع من الأحزاب والكتل التي تتداول على الحكم منذ عام 2003، وما يحصل حاليا من صراع لا يدخل في إطار لتغلب حركة الإصلاح والتغيير السياسي على مجموعات الفشل والفساد. هكذا يرى الكاتب ماجد أسام الرائي في مقال نشرته صحيفة العرب اللندنية. ولعل أنظار الأحزاب الكبيرة كانت تهتم بالاستحواذ على النفوذ بالبصرة لأنها سلة مال العراق وثرواته، فبالإضافة إلى تصديرها 80% من النفط العراقي، هناك عمليات تهريب كميات كبيرة منه إلى إيران عبر شاحنات أو في زوارق كبيرة بإشراف مافيات موالية للأحزاب أصبحت لديها خبرات طويلة في هذا المجال. والمصدر المالي الآخر هو واردات الموانئ والجمارك الحدودية التي تذهب إلى جيوب رؤساء الأحزاب والميليشيات النافذة هناك. والمجتمع البصري وشبابها العاطلون عن العمل يعرفون هذه الفضائح، ولهذا حينما هاجموا مقرات تلك الأحزاب أرادوا تحطيم هيبتها وسطوتها. والأكثر جرأة في هذه الانتفاضة العراقية لشباب البصرة هو حرق القنصلية الإيرانية باعتبارها رمزا للنفوذ والاحتلال الإيرانيين المرفوضين من الشعب البصري والعراقي، ولهذا كانت ردود الفعل عنيفة من قبل تلك الأحزاب في اتهام من قاموا بهذا العمل بأنهم الأمريكان. ثورة أهل البصرة جاءت بفعل تراكم النهب والفساد الذي أوصل إلى قطع مياه الشرب أو الصالح للاستعمال البشري والحيواني عن 4 ملايين إنسان بصري، وعلى انعدام الخدمات وازدياد البطالة وهيمنة الأحزاب الدينية خصوصا الموالية لطهران. مرة أخرى تفشل مشاورات الأمم المتحدة اليمنية إثر غياب ميليشيا الحوثي عن اللقاء الذي كان مقررا عقده في جنيف هذه المرة. لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يفعلها الحوثي، مع ذلك لا يزال هناك من يعتقد ويؤمن ويصدق أن الحوثي جاد في الجنوح إلى السلام. وأول هؤلاء الأمم المتحدة نفسها التي في كل مرة يحرجها الحوثيون برفضهم كل ترتيباتها ومساعيها، حسب الكاتب سلمان الدوسري في صحيفة الشرق الأوسط. لا أظن أن توقع الأسوأ من جماعة الحوثي يغيب عن المبعوث الأممي، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة وعلى رأسها أمينها العام يصدقون أن الانقلابيين جادون في التجاوب مع مفاوضات السلام. إذن لماذا هذه الاستماتة الأممية من أجل حوار ومشاورات ومفاوضات
تفشل بنفس الطريقة ومن الطرف نفسه كل مرة. في تقديري أن طبيعة منظومة الأمم المتحدة من فكت منذ بدء الانقلاب الحوثي في سبتمبر أيلول 2014 وخلال تناوب ثلاثة من مبعوثيها تعمل من خلال قاعدة رئيسية في وضع الكفتين متساويتين بين الشرعية والانقلابيين، بين السلطة الرسمية والمتمردين، وهو الأمر الذي يرى من خلاله الحوثيون نصراً عظيماً لهم، ومن المستحيل أن يتخلوا عنه لعلمهم أنهم من انقلب على الشرعية. في ظل الطرف المتعنت في إيقاف الحرب وإحلال السلام، فإن علامات الاستفهام تتزايد حول موقف المنظمة الدولية من قدرتها على تطبيق القرارات الدولية الصادرة منها ويرفضها الحوثيون. ما دام الحوثيون مستمرين في التفاوض مع المبعوث الأممي بشعارات إيرانية، وما دامت الأمم المتحدة لا تملك الأدوات التي تضغط من خلالها على الطرف المتعنت، فإن الحديث عن مفاوضات السلام لا يعد كونه محاولات فاشلة مقدما. ينتهي بكتابة تقارير وعقد اجتماعات وجلسات استماع ومؤتمرات صحفية لملء الفراغ والاعتبارات تتعلق بأنها تقوم بواجبها على أكمل وجه. كوكب غريب قد يصد فجوة نادرة في أنواع الكواكب، فقد اكتشف علماء فلك كوكبا جديدا خارج نظامنا الشمسي، قالوا إنه ربما يصد الفجوة في أنواع الكواكب التي تعرف باسم فجوة فولتون. اكتشفت الكوكب طالبة ماجستير في معهد البحث عن الكواكب الخارجية بجامعة مونتريال بالتعاون مع فريق دولي من علماء ألمانيين وكنديين وأمريكيين. استخدمت الطالبة ميرين بيترسون والباحثون بيانات من تلسكوب كيبلر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لدراسة الكوكب الذي أطلقوا عليه اسم وولف 503 بي، ويبعد عنا 145 عاما ضوئيا في كوكبة العذراء. إلى الكاريكاتير. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الصدى اليوم، شكرا للمتابعة، في أمان الله ورعايته.